تخيل لو كان العالم الذي تعيش فيه يختلف كلياً عن عالمنا، عالم كل ما تراه فيه من أشكال وقوام وألوان وأضواء مبالغ فيها أكثر حدة وأشراقاً، عالم بإمكان أي تغير للأنماط والألوان فيه أن يعكر صفوك. هذه حال الأشخاص المتوحدين الذين غالباً ما يعانون من حساسية مفرطة، وهذا الاختراق إلى عالمهم الحسي عندما يقترن بأعراض أخرى كصعوبة التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى حالة من القلق أو الذعر المعروفة باسم الانهيار. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 2.5 مليون طفل يعانون من التوحد في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الرقم آخذ في الازدياد. يمكن للمتوحدين أن يتمتعوا بنسبة ذكاء طبيعي كأقرانهم، بل وأعلى من المعدل المتوسط. الأطفال الذين يعانون من التوحد، لا سيما الصغار منهم، غالباً ما تجب مراقبتهم في جميع الأوقات من قبل أحد والديهم أو المشرف عليهم. عبد الرحيم بوريس باحث من الجزائر، يحمل شهادة دكتوراه في الاتصالات والهندسة الكهربائية، يعمل لإيجاد حلول منخفضة التكلفة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. عمله مع الأطفال المصابين بالتوحد ألهمه لتطوير ابتكاره عبر مجال خاص من التكنولوجيا معروف باسم الملابس الذكية. فكرته تكمن في ابتكار قميص ذكي وتفاعلي يرتديه الطفل المتوحد لرصد حالته وتحذير الوالدين أو المشرف عبر هواتفهم الذكية، وكذلك يقترح الطريقة المناسبة للتدخل في حال استوجب ذلك. بالجمع بين جهاز استشعار الحركة على شكل عداد التسارع وميكروفون متصل بجهاز حاسوب مصغر، سوف يكون القميص قادراً على مراقبة حالة الطفل باستمرار من خلال رصد الأنماط السلوكية للحركة والصوت التي تشير إلى الحاجة للانتباه. بواسطة التكنولوجيا اللاسلكية، سيتمكن الحاسوب الصغير من إرسال هذه المعلومات إلى الهاتف الذكي للأهل أو للمشرف. برنامج خوارزمي على الهاتف الذكي يستخدم قاعدة بيانات من أنماط مطابقة من أجل التعرف إلى نوع الإشارة السلوكية وعرض الطريقة المقترحة للتدخل أو اتخاذ الإجراء المناسب من قبل ولي الأمر. بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة مولدي اهتزاز في الجزء الخلفي من القميص للأطفال المتوحدين، وقد أظهر دراسات مستقلة أن الاهتزازات الخفيفة التي تنتجها منصات كهذا يمكن أن يكون لها تأثير مريح ومطمئن للأطفال الذين يعانون من التوحد، والتي من شأنها أن تكون إضافة إيجابية لمشروع عبد الرحيم الطموح. إنه ابتكار سيسهل حياة الآلاف من الأطفال المتوحدين.